نقرأ هذه المستجد مع التصريح. تصريح وزير التربية يتحدث على أنه ليس هناك سنة بيضاء، وبالمقابل السلطات العليا تمدد الحجر الصحي إلى غاية 14 مايو. كيف يستقيم الأمر سيدي الكريم؟ تحية لك في أبو عافية والمشاهدين الكرام، ورمضان مبارك علينا جميعا إن شاء الله. بالنسبة لهذا الموضوع في الحقيقة أثار الكثير من الحبر. آن الأوان خاصة بعد أن أقرت وزارة يعني الوزارة الأولى يعني تمديد الحظر الصحي إلى غاية 14 ماي، بمعنى أنه هذا التمديد ستكون له تأثيراته أكيد، وبالتالي أول شيء نقوله أن السنة الدراسية نستطيع أن نقول انتهت السنة الدراسية، ولا سنة بيضاء، بمعنى أننا نكتفي بما درسه التلاميذ في الثلاثي الأول والثاني، يعني الثلاثيين أخذنا منهم قسطا كبيرا من السنة الدراسية، نسبة حوالي 70% من المقررات الدراسية، وبالتالي نستطيع أن نقول السنة الدراسية اكتملت، لا سيما لأقسام غير الأقسام الامتحانات، و يعني من السنة الأولى ابتدائي إلى غاية السنة الثانية ثانوي، وبالتالي الاستثناء أيضا سيشمل امتحان السنة الخامسة وامتحان السنة الرابعة متوسط اللي هو شهادة التعليم المتوسط. وبالتالي نحن ناقشنا هذا الموضوع قبل قليل في إطار اجتماع عن بعد مع تكتل نقابات التربية الست، والذي يشمل نقابة لينباف، كنباس، سناباست، سنتيو، والكلا، والسطاف، وناقشنا هذا الموضوع من كل جوانبه. بهذا التمديد نستطيع أن نقول لا يمكن أن يكون هناك امتحان في السنة الخامسة يعني، ولا في السنة الرابعة متوسط، وبالتالي يعني يبقى امتحان الوحيد الذي ليس لدينا من الجانب البيداغوجي معالجته، اللي هو امتحان شهادة البكالوريا. ما بالنسبة للسنة الخامسة يمكن احتساب معدل الثلاثي الأول والثاني، ونفس الشيء بالنسبة لبقية السنوات، ونفس الشيء بالنسبة شهادة للانتقال إلى السنة الأولى من التعليم الثانوي، يعني ولو لم يتم الامتحان في صادق زيري.